ولسه اكيد مكملين محاضراتكم حلقتنا وداخل لوكيشن مسلسل من احلى المسلسلات اللي انا شخصيا الحقيقه متابعاها وبتعرض حصريا عندنا على شاشه قناه المحور، وهو مسلسل جري الوحوش. يعني الحقيقه انا سعيده وفخوره ومبسوطه ان انا معايا واحده قيمه وقامه كبيره جدا، هي واحده من اهم ابطال العمل، وهي الفنانه القديره الجميله اللي كلنا بنحبها الفنانه فاديه عبد الغني. اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيبه. ميرسي يا حبيبتي، اهلا بيكي يا حبيبه قلبي، واهلا بيكم جميعا. ميرسي ليكي على التقديمه الحلوه دي. شكرا. مكسره الدنيا بس بالشر شويه. أيوة. يعني انا بتفرج على اول حلقه كنت قاعده بقول ايه، انا بحبك يعني. انا حتى يمكن قبل ما نبدا التصوير قلت لها عائله الحاج متولي دي انا كانت بالنسبه لي مهما تتعرض انا بقعد اتفرج عليها ما بنزهقش طبعًا منها. طبعا الاعمال الجميله. فما اتفرجت على المسلسل طبعا دور مختلف تماما. طبعًا. شر قتلتي. أيوة. هو مش هي ما قتلتش برضو قوي عشان انت زقتي لكن كلميني عن الدور، يعني برضو دور ما قدمتيش شر قوي قبل كده برضو بالمنظر ده. لا بالشكل ده لا. يعني انا اول مره اعمل دور بالشكل ده، لكن عملت شر بس ايه يعني اخف وطئا من كده. هو الدور الحقيقه طبعا هو احنا الفيلم اصلا ما فيهوش الادوار بتاعتنا دي كلها. صح. يعني هو التيمة الفيلم كلها بتلعب على حتة الرضا بما يقسم الله للإنسان من قسمة ومن ويرضى بيها. هنا التيمة الصغيرة دي احنا طلعنا منها بقى فروع كتير جدا في الأسر كلها. صح. مش بس أسرة حاجة هنية، لكن الأسر اللي حواليها كلها برضو كلها بتتكلم عن القيمة دي. كل أسرة فيها بتطلعوا منها قيمة أو فيها حكاية فيها حدوتة. بالظبط كده. عشان كده المسلسل ده أنا بعتبره من المسلسلات الرمضانية المية المية، يعني لأنها أسرية جدا. يعني عمل أسري جدا وعمل ما فيهوش أي حاجة يعني تخجل الأسرة إنها تقعد تتفرج عليه. عمل بيقدم قيم طول الوقت، وكل حلقة في قيمة بتتقدم من خلال شخصية أو من خلال فنان بيقدم القيمة دي. هنتكلم عن شخصية هنية لو حابة نتكلم طبعًا. عنها. هي شخصية أنا في تصوري إن هي كل إنسان بيبقى له مبرراته. يعني كل إنسان جواه خير وجواه شر. أكيد طبعًا. أكيد. حتة الخير اللي موجودة جواها هنأجلها شوية. إنها مش موجودة أصلا، ما عندهاش خير. لا هي هقولك ما كل شخصية بيبقى لها تبرير. يعني 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 هنية مبرراتها إيه؟ حبها لولادها قوي وارتباطها بيهم قوي وخوفها على مالهم قوي. وبعدين هي أصلا أبوها هو اللي كتب لها كل حاجة، فهي ده حقها. هي بتعتبر إن ده فلوسها. حقها. بتعتبر إن ده حقها، فعشان كده هي الشخصية بترتكب كل هذه الحماقات وكل الحاجات دي من منطلق تبريرها لنفسها. هي هي بتخاف على اولادها وبتخاف على فلوسها، عايزه تحافظ لهم على الهيلمان ده كله. وعايزه يعني يبقى لهم شأن في الدنيا و و و فهو ده التبرير ليها هي كبني ادم، لكن ده ما يبرر لهاش طبعاً. لانه طيب خليني اقول ان المسلسل جري الوحوش هو زي ما حضرتك قلتي هو مش نفس الفيلم. لا. يعني هو انا ما قعدت اتفرجت هو ملوش علاقه بالفيلم، بس للاسف احنا الناس بتقارن، عندنا مقارنه. أكيد. بمعنى يعني رحمه الله عليه الكاتب محمود ابو زيد عمل ثلاثيه من الروائع، الكيف والعار وجري الوحوش. لما اتعمل مسلسل العار الناس قعدت تقارن، بس هو كان نفس التيمه. يعني طبعا لان ده مسلسل و30 حلقه فطلعوا منه برضو طبعاً. احداث تانية. حضرتك ما خفتيش انه تاريخ حضرتك عظيم ومشرف ومفيش فيه سقطه واحده؟ يعني ما نقدرش نقول الفنانه فاديه عبد الغني عملت حاجه نص نص. لا، حضرتك اي عمل بتعمليه او بتدخلي فيه بينجح نجاح باهر، ما بيبقاش فيه اي انتقادات، بيبقى بالعكس عمل محترم وعمل مشرف. العمل ده حضرتك ما خفتيش ان الناس تقارن؟ الناس حتى ساعات على فكرة يعني يمكن على السوشيال ميديا. أيوة. دلوقتي احنا في زمن للأسف زمن الناس قاعدة على الموبايل وبتنتقد لمجرد الانتقادات. أيوة. ما يكونوا شافوا العمل. ده حقيقة. للأسف ده حقيقة. ما خفتيش من المقارنة دي أو الناس تنتقد أو تقارن الفيلم بالمسلسل؟ أكيد هتحصل المقارنة طبعا. ولكن أنا بقولك أنه التيمة الأساسية للفيلم
هي دي اللي بنلعب عليها، اللي هي جري الوحوش، اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش. ودي العبرة الأساسية في العمل. فمن هنا احنا بنطلع بقى بنشعب او بنطلع عارفة فلاشات كده من العمل، رسائل من العمل. وده اللي يهمنا في العمل، ان احنا يعني هو احنا مش احنا هتقولي مين مثلا عبد القوي ما هواش محمود عبد العزيز يعني، لا طبعا. مثلا هنيه ملهاش كان وجود في العمل اصلا، لكن احنا بنتكلم على التيمات الاساسيه او الاشخاص الاساسيين في العمل. الدكتور اللي هو الابن اللي هو محمود حجازي، والاخ اللي هو سعيد اللي هو المفروض صاحب المشكله، والاخ الثالث اللي هو المفروض عبد القوي اللي هو كان ظروفه. لو هنعمل مقارنه ما بين الاداءات، كل واحد له شخصيته في العمل صح واداءه.